السلام عليكم وصباح الخير. هذا تاني يوم بعد ليلة شديدة عاصفة بالأمطار. أصبحنا الحمد لله بسلام وخير، وداخل السيارة كان دافئ، لكن خارج السيارة كان بارد جدا. السلام عليكم. طبعا هذا بعد ليلة طويلة من الأمطار الغزيرة السيارة والأجواء اللي صراحة منعشة جدا. كيف الأجواء برا؟ ثلج مطر طول الليل، هي بتستي كبس كبس. هون شغلنا التدفئة لأنه صلاح طلع برا وما كان لابس جاكيته وتعرض للمطر فرجع بردان. طبعا الحمد لله طول الليل ما كنا محتاجين أن نشغلها، كنا معنا إحنا أغطيتنا ولبسنا جاكيتاتنا كمان، كنا متدفين الحمد لله. صراحة كانت مغامرة كتير حلوة، وأنا بشجع أي شخص بحب يعني يغامر هيك، بس صراحة بدون أطفال. إذا معكم أطفال لا، يعني ما بحس ممكن يتحمل الطفل هيك تجارب. كنا هون بهذا المكان عند هذه السفينة تاعت الفايكنج. هذا مفاتح والمسكر، هذا اللي أكلنا امبارح عنده الأندوني وقون تايلاندي، هذا آسيان. هاي الأجواء الصباحية لمدينة فيك حلوة صراحة، بس فيش حدا فاتح لسه للتسعة ولا الساعة سبعة. ما شاء الله. طبعا الطرقات في هاي القرية أو حتى خارج ريكيافيك دائما بتكون يعني صعبة، لهيك بسبب طبعا الثلوج والجليد وغيرها من الظروف الجوية والزلازل كمان، لهيك دائما يفضل ان السيارة تكون ذات دفع رباعي بهاي الطرقات. هذا سيارة، هاي الاكواخ تبعت التخييم اللي بيلاقوا فيها يعني معداتهم راحت علينا. يلا معلش. هذا المكان هذا يعني تخييم، كل العالم هون مخيمة بس احنا ما كنا نعرف. هذه اكواخ وبجنب أكواخ، وهناك فوق في كنيسة مشهورة في بيت. سيارتنا هون وهذا المكان. احنا الآن متجهين للمخيم، بيكون داخله كتير أشياء يعني بتخدمك كونك انت طالع برحلة تخييم. احنا مبارح ما لقينا بسبب انه يمكن العواصف. المهم هو كتير مهم انك تتوضا تغسل تصلي. اذا حابين تعرفوا اكتر عنه شرحته بحلقة سابقة بالتفصيل شو موجود بالداخل. الاجواء كتير حلوة بس نفس هون قاعدة بتشتغل، اللي بتطبخ اللي بيسوي نفس النظام اللي فرجتكم اياه مرة. أجواء الصبح بتكون خلابة كتير رغم انه فيها برد وفيها ضباب، بس بحب هاي الأجواء. المهم هذه اللوحات حاطينها بتحكي عن يعني الطبيعة لمدينة فيك ايش موجود فيها، كحال كل المدن اللي بايزنا نفس. ضد احراماتنا لانه خلاص خلصنا نوم الحمد لله. هلا وقت ايش انطش غير اجواء جوا المدينة.
دخلنا لهذا المتجر الصغير، هو موجود في محطة البنزين، لأنه الساعة 7 الصبح فيش حدا فاتح إلا هذا المكان. زي ما أنتوا بتشوفوا هو عبارة عن شوية أغراض من كل إشي. هاي تذكار للشاطئ الأسود اللي مبارح رحنا عليه، رينس فيرا اسمه، إن شاء الله ضني متذكرة اسمه. وهون كمان محافظ على شكل هذا كمان الشاطئ. حلو انهم بيستغلوا كل شيء ببلدهم بيعملوا له تذكارات. وهاي المخبوزات الصباحية، الجو برا بارد، جوا جو دافي، مع شكل المخبوزات سبحان الله خرافي المنظر. المهم كنت حابة من هاي الكيكة، لكن كنت خايفة لأنها بتشبه الترمسو، فكنت خايفة ما تكون حلال. بدي أخذ من هذه، هذول اللي إحنا أخذناهم مع بعض، طبعا مي لأنه مضطرين لنفسيان إشي نشرب منه. وهذه التونة فيسك، تكون تونة من الساندويتش. وهي الناس كلها واقفة عشان الصبح، كله مسكر إلا هالمكان. أخذنا أغراضنا بدون أكياس بلاستيكية. هون في أيسلند أغلب المحلات بتدعم الأكياس الورقية وبتدفع عليها أنت، أو ما بتدعم أي نوع وبتخليك تشيلهم في إيدك، لهيك يفضل تجيب معك أكياس قماشية من البيت. شوفوا هدول الخراف الأيسلندي، بس شافوني فلو هاي قطعوا الشارع. استنوا على مهلكم، خلينا نصوركم صورة. طيب أبدا طيار، حسبي الله. عاد وقفنا السيارة هون عشانهم. احنا جايين على هدول الخراف والأبقار. إذا لحقنا نشوفهم بعاد كتير، طبعا غاطسات في الأكل. هاي الأغنام موجودة عند شلال سكوافوس اللي هو قريب من قرية فيك اللي احنا صورنا لكم اياه بالحلقة السابقة. طبعا ما شاء الله سبحان الله منظرهم خلاب كتير كتير. للأسف تليفوني هذا ما كان جايب الصورة كما هي بالحقيقة، ان شاء الله بصور لكم اياه بحلقات تانية وبعرفكم على هاي الأغنام الأيسلندية ومعلومات رهيبة عنها. طبعا هدول هيك برعوا على الجبال وبالسهول، وبجنبهم الشلال هاد، فتخيلوا نفسية الغنمة. هاي اجت هادي، يا رب تيجي لهم. وهيك انتهت الرحلة تبعتنا.